يا صباح الهنا وصباح الرزق ومنتصف في الاسبوع 10 صبح في الاهلي، واكيد النهارده معانا فقرات مختلفه وكمان ضيوف مختلفين. خلينا بس نرحب في البدايه بزميلنا العزيز كريم. والله الاسبوع ده مختلف والله بجد، بعد ما رجعت لنا يا كريم صباح الفل. ربنا يخليكي، صباح الفل عليك يا نهاوند، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما نهاوند قالت بالظبط احنا النهارده جاهزين وكالعاده الحقيقه، مش حاجه جديده قوي، احنا جاهزين لكم بكل الاخبار وكل المستجدات اللي حصلت في الفتره الاخيره، سواء على صعيد النادي الاهلي او يعني الرياضات المحليه الاخرى او حتى الرياضات العالميه. تغطيه طبعا الصحافه الرياضيه اكيد هتكون موجوده معانا، وهنتعرف على حاله الطقس، كل ده بيحصل في الساعه الاولى. الساعه الثانيه بيكون دايما عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هنتكلم من خلالها عن دوره الالعاب العالميه اللي اقيمت مؤخرا في الولايات المتحده الامريكيه، واللي الحقيقه البعثه المصريه فيها عملت شغل نار وحصلت على المركز الاول عربيا وافريقيا. هنتكلم في الفقره دي عن هذا الامر وبالتفصيل، وفقرتنا الثانية هينورنا من خلالها الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي اللي بنسعد بوجوده معنا في البرنامج. بص، دورة الألعاب طبعا العالمية احنا بقالنا فترة طويلة بنتابعها في 10 صبح في الأهلي، وبنشوف في الدنيا ماشية ازاي، والحمد لله احنا برضو زي ما كريم قال كده احنا عاملين شوط كويس جدا، فأكيد عايزين نتكلم في التفاصيل أكتر. بس خلينا بقى نبدأ كده، إن أنا بحب أبدأ دايما بالحاجات اللي بتبقى بتشرف أو الحاجات المفرحة عن النادي الأهلي. امبارح رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم طبعا لا ليجا عملت بيان رسمي واتكلمت فيه عن تدريس مادة عن النادي الأهلي، وهي قالت كده تحديدا، وده حضراتكم ممكن تروحوا تشوفوه عشان الناس اللي بتقعد تشكك تقول لك الكلام ده مش حقيقي وبتاع، موجود ناس من هذه النوعيه يعني. حضراتكم لازم بجد تفخروا بالنادي الاهلي، مفيش نادي تاني في افريقيا ده بيحصل يعني بشأنه، انا بقول لحضراتكم واقع، فمعلش يعني اللي عنده كلمه يخليها له بقى. قالت كده تحديدا عبر تويتر، قالت ماده رائعه ودسمه افادت طلابنا، شكرا النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، شكرا محمد سراج الدين وحاضرنا الموهوب، نتطلع لرؤيتكم ثانيا في برنامج ماجستير الدوره المقبله. كانت طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا احنا نوهنا عند جامعه لا ليغا الاسبانيه قامت بتدريس الماده، ماده النادي الاهلي تحت عنوان كده نادي القرن في افريقيا والانجح في الشرق الاوسط، و يعني تواجد كمان في اسبانيا خلال الايام اللي فاتت دي، كنا بنتابعه برضه، هو كان بيعمل بوستات كتيره للمهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره، وشارك في ماجستير الاداره الرياضيه هناك بمقر الليغا بمدريد، وهو المحاضر خليني اقول لحضراتكم العربي والافريقي الوحيد بالماجستير هناك، وشارك فيه كبار المتخصصين اصلا في صناعه الرياضه على المستوى بنتكلم العالمي، يعني محاضرون من الفيفا والدوري الانجليزي والايطالي والامريكي المحترفين لكره القدم. فاكيد اكيد كمان مره اكيد حاجة تشرف جدا، فسعداء بالنادي الأهلي بيحققه على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، سعداء بالإخفاقات اللي بتحصل إن إحنا بنبقى واثقين إن هيرجع يقف على رجليه أحسن من الأول، سعداء بكل حاجة بتحصل على فكرة، لأن ده بيدي أمل كبير جدا وعن استحقاق للفترات القادمة بإذن الله. حصل قبل كده وبيحصل دلوقتي وهيحصل بعد كده عادي، حال الكبير ممكن يتعثر بس بيرجع يقف على رجليه تاني، فبكل ظروف الأهلي بنحبك يا أهلي، ودي حاجة بس كده حبيت أبدأ بيها يعني الحلقه النهارده. هو الحقيقه الاهلي مش بس كبير، يعني الاهلي خلاص اصبح ماده وبقى بيدرس يا حضرات في جامعات العالم. الحقيقه حاجه طبعا مشرفه جدا، ودي حاجه تورينا الى اي درجه احنا بنتكلم على منظومه متكامله الاركان، منظومه كما ينبغي ان تكون. في بعض الاحيان ممكن احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم على رياضه، فالرياضه مكسب وخساره الى اخره، ويعني مش هزود كمان على الكلام اللي اتقال في هذا الاطار، ولكن في النهايه احنا بنتكلم على كيان بيشكل منظومه بتدرس، يعني الموضوع باختصار كيان يمثل منظومه بتدرس، فمفيش كلام ممكن يتقال يعني ابلغ من كده الحقيقه. طيب ندخل بقى مع حضراتكم في سلسله اخبارنا. امبارح اتحاد الكرة أرسل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم الجديد 2022-2023، وضمت القائمة مشاركة ناديي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية. تم تحديد أسماء الأندية المشاركة في بطولتي إفريقيا للأندية في الموسم المقبل بعد انتهاء مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وطبعا زي ما اكيد حضراتكم عارفين بيحتل الزمالك حاليا صداره ترتيب الدوري الممتاز، ويليه بيراميدز في المركز الثاني، والنادي الاهلي فمتواجد حاليا في المركز الثالث برصيد 55 نقطه، اما فيوتشر في المركز الخامس بشكل مؤقت برصيد 42 نقطه. وبالمناسبه فيوتشر بيتاهل لاول مره
في بطولات افريقيا في مشاركته الاولى بمسابقه الدوري المصري الممتاز، واكيد ده في حد ذاته انجاز كبير. انجاز للكره المصريه برضو طبعاً يعني طبعاً. لو في الاول في الاخر هنتكلم، دي طبعا حاجه اضافه جيده جدا، واحنا نحب نشوف فيه تطوير وفي انديه بتصعد وفي انديه بتحقق يعني رانكينجز اول مره توصل لها وغيره، ورحله النجاح لاي نادي والديلز الجديده او التعاقدات الجديده بتاعتها، يعني كل ده لصالح الكره المصريه في الاول وفي الاخر. تاني هذا الكلام في غايه الاهميه، احنا اتكلمنا ان عندنا مشكله اصلا في كره القدم المصريه، احنا محتاجين مدير فني يجي ان هو يطور هذه المنظومه بكل ما تحمله بقى من معنى، حتى الفكر يتطور، كل حاجه تتطور يعني، فنامل ذلك ان شاء الله. لكن انا مبسوطه على فكره بالخبر اللي انت قلت، حاجه ما تزعلناش ابدا باي ذا واي يعني. بالعكس. تعالوا بقى نروح لحاجه ثانيه، لان احنا كنا امبارح بنتكلم انا وكريم وكلمنا على مدار الاسابيع اللي فاتت فكره هنا تصنيف السلاح وتصدر مصر كمان فيه. النهارده هنتكلم عن ابطال السكواش المصري اللي سيطروا على التصنيف العالمي للمره مش عارفه الكام دي بقى، بس حاجه بجد مشرفه جدا. ده بحسب ما اعلنته رابطه اللاعبين المحترفين للسكواش في التصنيف الجديد اللي كان خلال شهر اغسطس او اللي احنا فيه حاليا يعني. وصلت هنا بقى ان خلينا نبدا ونقول الاسماء اللي بتسعدنا فعلا. نوران جوهر للشهر الخامس على التوالي تصدر التصنيف، وجي في المركز الثاني نور الشربيني، وفي المركز الثالث هانيا الحمامي، وشهدت كمان قائمة العشرة الأوائل اللي تواجد فيها كل من عندك روان العربي يا كريم في المركز السابع، سلمى هاني في المركز التاسع، وعلى جانب تصنيف الرجال فواصل بقى هنا المتألق علي فرج فعلا تصدره واحتلاله للمركز الأول للشهر الثالث على التوالي، وجي بعد كده مصطفى عسل طبعا للاسم الكبير كان ثالثا، وطارق مؤمن في المركز السادس، ومازن هاشم عفوا في المركز الثامن، ومروان الشربجي في المركز التاسع، وفارس دسوقي عاشرا. يعني بجد حاجة مشرفة جدا، وعايزين نقول كمان أن موسم السكواش يعني الدولي وبطولة الثمانية العظماء اللي أقيمت في يونيو الماضي، وإحنا برضو تابعناها هنا أنا وكريم مع حضراتكم، اللي توج فيها كمان وكانت حاجة مشرفة جدا الثنائي المصري كان مصطفى عسل طبعا ونور الشربيني اللي حضراتكم فاكرين. فالسكواش فعلا مصر مهيمنة عليها، أو هذه الرياضة مصر متصدراها في العالم، فحاجه بجد حلوه جدا. بس ترجع وتقول تاني احنا نفسنا ده يطبق على جميع طبعا الرياضات، فواحده واحده اكيد ان ده ممكن ان هو يحصل، وعايزين كره القدم برده احنا كنا نرجع تاني نربطها بكره القدم. ما تدوسيش على الجرح بقى، ما تدوسيش على الجرح، مش جرح قوي بس ده يعني جرح، ده جرح وجرح غائر كمان، ولو ما حدش اتصرف فيه مش هيحصل كويس الفتره اللي جايه حتى على صعيد المنتخب على فكره يعني. اكيد ما احنا طبعا يعني لازم يبقى في حاجات مستجدات ينتج عنها تغيير جذري لواقع كان مرير الفترة اللي فاتت. طيب نخش بقى على بقية كلامنا وبقية أخبارنا، وطالما بقى فتحنا باب الكلام عن النجاح والتشريف، ما ينفعش الكلمتين دول يتقالوا من غير ما نتذكر ابننا واللي مشرفنا واللي مصيطنا في كل المحافل العالمية محمد صلاح طبعا. ونروح معاكم بصورة مهمة جدا لمحمد صلاح نشرها هو شخصيا على صفحته، صورته وهو بيتواجد أمام صورته الجدارية اللي قام مشجعي الريدز برسمها على الطريق المؤدي لملعب أنفيلد، وطبعا دي حاجة تورينا إلى أي درجة محمد صلاح هو فعلا معشوق جماهير كرة القدم الإنجليزية، مش بس ليفربول بالمناسبة ومشجعيه. ده طبعا بعد ما نجح في قيادة ليفربول للتتويج بلقب كأس الدرع الخيرية بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، وطبعا شهدت هذه المباراة تسجيل محمد صلاح لأول أهدافه مع ليفربول في الموسم الجديد من ركلة جزاء طبعا زي ما أكيد كتير من حضراتكم تابعوا لو تابعتم المباراة دي، بالإضافة لنجاحه في صناعة الهدف الأول في هذا اللقاء للنجم الإنجليزي ألكساندر أرنولد. بالمناسبة منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الجديد 2022-2023 هتنطلق الأسبوع المقبل إن شاء الله، وطبعا أنتم عارفين عشاق كرة القدم الإنجليزية في مصر كتير وعندنا أكتر من رابطة، وطبعا ليفربول ليها خصوصية شديدة. بص عشان الكلام اللي أنت بتقوله ده يعني برضو أو يعني حربط كلامك بالخبر اللي بعد كده، لأن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت أعلنت عن حاجة وهي مفاجأة يعني اعتبرها ناس كتيرة جدا مفاجأة للجماهير أصلا، بس الجماهير العربية تحديدا هنا كريم قبل بقى ما ينطلق الموسم الجديد، وهي إصدار صفحة لأول مرة رسمية ليها باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تحديدا. هي نشرت
الرابطه فيديو لابرز الاهداف اللي سجلها النجوم العرب في البريميوم ليج، طبعا منهم محمد صلاح وطبعا رياض محرز وغيرهم وغيرهم. وقالت كده تحديدا، علقت يعني، قالت الان فقط يمكننا تاكيد هذا الامر، تم اطلاق حساب البريميوم ليج باللغه العربيه. وطبعا البريميوم ليج ليه شعبيه كبيره جدا زي ما حضراتكم عارفين، زي كريم كان بيقول، في الوطن العربي، خاصه لما بقى في تالق لنجوم عرب فيه بشكل كبير جدا احنا بنتكلم. فحاجه كويسه وحاجه محترمه ان انت برضو بتتواصل مع الفانز بتوعك في كل انحاء العالم، تحديدا كمان في الوطن العربي. فدي او ده خبر اسعد ناس كتيره جدا. كان على تويتر الموضوع ده كمان يعني عامل ريتش حلو قوي زي ما بتقال. طيب ده بالنسبه لابننا محمد صلاح، وهو الحمد لله حاليا في وضع مستقر تماما. اللي مش مستقر مين بقى حضرات؟ كريستيانو رونالدو. الكلام الكتير اللي اكيد كتير من حضراتكم سمعوه الفتره اللي فاتت واللي كان بيتردد باستمرار عن رونالدو، تقرير صحيفه انجليزيه قالت فيه ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ما زال متمسك بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن وكيل النجم البرتغالي ما زال بيبحث عن نادي جديد ينتقل إليه رونالدو في الصيف المقبل أو في الصيف الحالي كمان، وأنه بيبذل يعني قصارى جهده وكل ما في وسعه لحسم رحيل رونالدو قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية. وقال كده نصا، قال سأفعل كل ما أستطيع من أجل أن يحدث هذا الانتقال. وده يورينا إلى أي درجة في حالة عدم رضا من كريستيانو رونالدو عن وجوده الحالي مع فريقه الحالي. خطوة يعني بصراحة كريم أكثر من سيئة في تاريخ كريستيانو رونالدو. ناس كتيرة جدا، لو أنت فاكر تقريبا من سنة أنا وأنت كنا بنذيع خبر أصلا عودته مرة تانية لمانشستر يونايتد، وأنا وأنت كنا، أنا فاكرة كويس قوي الحوار اللي دار، لأن أنا ما كنتش متفائلة على فكرة وقتها خالص. أنا كنت من الناس اللي مش متفائلة من عودته مرة تانية، ما كانتش خطوة سليمة تماما. ففكرة أن هو بيرحل بهذا الشكل وفكرة انقطاعه المتكرر يعني وبالشهور عن التدريبات برضو مش الأسلوب الأمثل لنجم كبير طبعًا. لكن طبعًا. برضو يعني عايز اقول لحضراتكم، ناس كتيره حتى من عشاق كريستيانو كانوا زعلانين من ده بيعمله، لان انت حتى لما عايز ترحل انت ممكن ترحل بشكل اخر. فدي نقطه اخذت عليه. النقطه الثانيه فكره ان هو يقعد يعني سنه وما يكملش العقد بتاعه وبعدين يرحل، برضو دي مش من عادات او مش حاجه، مش من عاده الكبار او المحترفين بشكل كبير، ما حصلتش قبل كده تقريبا مع نجم كبير. ثالث حاجه فكره ان انت بتتكلم دلوقتي ان كريستيانو رونالدو على اعتاب يعني، او خلاص فاضل له فتره قصيره جدا ويعتزل. صحيح. حتى هو كان بيتكلم بهذا الشان يعني. فاللخبطه اللي بتبقى في اخر السي في او في اخر تاريخك لما تتكتب بهذا الشكل مش حلوه، مش خير ختام. صح بالظبط. فنتمنى ان هو يرحل لنادي افضل وينهي مسيرته في هذا النادي، كمان ما يبقاش فيه تنقلات اخرى، لان القصه كلها بثلاث سنين تقريبا او حاجه زي كده، ده لو كملوا يعني. ف نتمنى ذلك، لان انا من الناس اللي بحب على فكره كريستيانو رونالدو. طبعا لا، هو لعيب استثنائي وده بني ادم اصلا استثنائي، بس اللي عشان اللي حصل معاه وعشان اللي حصل مع ميسي ناس كتير قوي فرحت ان محمد صلاح فضل زي ما هو في ليفربول. لا على فكره انت لو فاكر لما قعدنا كان يقول لك هيجدد مش هيجدد محمد صلاح، انا وانت قلنا هيجدد يعني، وكان في معانا ضيوف كتيره لو حضراتكم فاكرين في الصحافه قالوا لنا لا مستبعد هذا الموضوع، واحنا قلنا مفيش الكلام ده خالص، بالعكس اتس وين وين سيتويشن زي ما بيتقال لليفربول ولمحمد صلاح. فيعني ما كانش في اصلا منطق ان هو ما يجددش. قبل اي فاصل الاقي كريم بيعزم عليا، يعني هي مش عزومه، طلعتك على فكره والله يعني هحكي لهم كل يوم قبل اي فاصل يعمل لي كده. لو اتفضلي اتفضلي حضرتك. طب وانت ما تطلعش لان الفواصل بتطلع منك انت الطف حقيقي. جربي كده خدي فكره. طب فاصل ونواصل. شفتي يا اهلا بيكم عودة من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وتعالوا بقى كده على السريع نتعرف مع بعض على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه في فروعه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه منى المنيسي. هي دلوقتي هتقول لنا على كل المستجدات. صباح الفل عليك يا منى، اتفضلي. يا صباح الفل عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الاهلي، يبقى اكيد اخبار رياضيه اهلاويه كمان جديده. لكن في الاول خلوني اقول لكم او اديكم فكره عن الاجواء هنا في النادي الاهلي وفي المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره. مش عارفه هو باين ولا لا، بس الجو حر جدا جدا، درجه الحراره النهارده الكبرى 38 والصغرى 24. لكن الغريب انه في عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي بداوا
بالفعل بالتوافد على النادي الاهلي هنا من الساعه 8 الصبح، يمكن انا موجوده من 8 الصبح، كان عدد الاعضاء مش قليل وكمان بيزداد شويه بشويه، كان في كتير قوي من الاطفال واولياء الامور اللي داخلين باولادهم للتدريبات، خاصه تدريبات السباحه علشان هي اللي بتبقى عاده الصبح بدري. كمان كان في عدد في تراك النادي بيمارسوا الرياضه على الرغم من حراره او ارتفاع درجه الحراره، لكن كان في بعض من اعضاء كبار السن اللي كانوا حريصين على وجودهم في صالات الجيم وكمان تراك النادي وعدد من حدائق النادي. كمان كان في سيوله مريه جيده جدا الصبح، يمكن ده اللي مشجع عدد كبير من اعضاء النادي ان هم يبقوا موجودين في الساعات الاولى من صباح اليوم. كان في سيوله مريه جيده في المناطق المحيطه بالنادي الاهلي هنا بالجزيره. خلونا بقى ننتقل ونروح لاخبارنا، اخبار النادي الاهلي وفرق الرياضيه المختلفه، والبدايه بالفريق الاول لكره القدم بقيادة طبعا كابتن ومستر ريكاردو سواريش، واللي النهارده بيختتم اخر تدريباته الساعه 4 العصر على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراه فاركو غدا امام ان شاء الله فاركو في الجوله 28 من بطوله الدوري الممتاز، واللي هتكون ان شاء الله الساعه 9 مساء على ملعب الاهلي والسلام. امبارح كمان كان في تدريب بعد راحه كان اداها مستر سواريش للاعبين بعد مباراه الاهلي والمقاولين العرب، كانت امبارح لمده 24 اول امبارح لمده 24 ساعه بعد المباراه. امبارح التدريبات كانت عباره عن تدريبات استشفائيه للاعيبه اللي كانوا شاركوا في مباراه المقاولين والاهلي، وباقي اللاعيبه اللي ما كانتش شاركت كانت بتتمرن تدريبات كره وكمان تدريبات بدنيه وفنيه. يعني مباراة فاركو غدا هيغيب عنها 13 لاعب للإصابة بعد طبعا ما انضم لمستشفى الأهلي لاعبين كمان أحمد عبد القادر وصلاح محسن في مباراة المقاولين اللي خرجوا بالإصابة، لكن مباراة غدا هتشهد عودة محمد هاني بعد فترة الإيقاف، وكمان بيرسي تاو لسه لم يحدد موقفه بعد. خليني يا كريم ويا نهواندا أقول لكم أنه بمناسبة إن إحنا بنتكلم على ماتش المقاولين، يمكن أنا كنت حريصة إن أنا أحضر مباراة المقاولين والأهلي في الملعب المباراة الماضية، واللي كان ملفت للأنظار جدا وده دايما اللي بنتكلم عنه هو جمهور النادي الأهلي اللي لم ييأس أبدا من قبل ما الماتش يبتدي بساعة ونص تقريبا لحد آخر ثانية حرفيا في المباراة. الجمهور ما زهقش لحظة في إن هو ينادي باسم النادي الأهلي ويهتف باسمه عالي ويشجع اللعيبة على الرغم من إهدار فرص كتير جدا، على الرغم رغم ان ما كانش فيه توفيق كبير للاعيبه النادي الاهلي، لكن الجمهور ما يقس لحظه في ان هو لحد الاخر، حتى ما يقس بعد ما الجون ما اتحسبش واتلغى ما كانش فيه يأس تماما من قبل جمهور النادي الاهلي. ده يمكن اللي احنا بنقوله دايما ان النادي الاهلي عظيم علشان كده، علشان ما زهقش لحد اخر لحظه. كمان يمكن مستر ريكاردو سواريش كان بيقول بعد المباراه ان ما كانش فيه او كان فيه سوء حظ في استغلال الفرص في المباراه، وان اللعيبه كلها عملت اللي عليهم. اتمنى اكيد ان مباراه غدا التوفيق ده يصالحنا بكره ان شاء الله ويصالح لعيبه النادي الاهلي وايا كان مين هيكون موجود في الملعب، وللاكيد ان اي حد جاهز هيكون موجود في مباراة غدا ان شاء الله يقدر فريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان هم يصالحوا جمهورهم اللي لسه يعني ما اعرفش بالشكل اللي انا شفته ده كان كده زعلان منهم ولا لا، ولكن ان شاء الله يقدروا يقتنصوا الثلاث نقاط. خلينا نستكمل باقي اخبارنا النهارده وباقي الفرق الرياضيه اللي كلها الحقيقه عباره عن استعدادات قويه للموسم الجديد، واللي غالبا بيبتدي اخر شهر سبتمبر او اول اكتوبر كل اتحاد لعب على حسب ما بيحط جداول مبارياته، لكن هي دي الفتره اللي معتاد عليها ان هي بيبدا فيها السيزون الجديد. خلونا نبتدي برجال كره اليد تحت قياده الاسباني دانيال جورد بتدريباتهم البدنيه النهارده في الجيم الساعه 3 العصر، وبعدها مباشره من 4 ل 6 هيكون في التدريبات الفنيه على صاله الامير عبد الله الفيصل، وده استعدادا للموسم الجديد اللي خاصه ان فريق النادي الاهلي لكره اليد هيشارك الموسم ده في كاس العالم للانديه السوبر جلوب وكمان بطوله افريقيا. اما سيدات كره اليد تحت قياده كابتن محمد عادل النهارده تدريبات وتدريبات مكثفه بتشمل وطبعا احمال بدنيه كبيره في الصاله النهارده الساعه 6 مساء، وكمان بينضم او موجود في تدريبات اليوم اللاعبه التونسيه المحترفه الجديده سعيده بنت مهدي. اما رجال الطايره تحت قياده كابتن ميدو مصلحي بعد ما ادالهم امبارح راحه لمده 24 ساعه النهارده بيعودوا من جديد لاستئناف تدريباتهم على صاله الامير عبد الله الفيصل، ان شاء الله تبقى تدريبات قويه.
وفي المقابل سيدات الطايره تحت قياده كابتن حمدي الصافي تدريبهم النهارده على النواحي البدنيه والفنيه، ولكن الفريق بيشهد غياب او استمرار غياب لاعبه الفريق فريده الحناوي اللي كانت اصيبت بقطع في الرباط الصليبي، وبتمنى لها اكيد الشفاء العاجل. اما سيدات كره السله تدريبهم النهارده بيشهد عوده سوريا محمد لاعبه الفريق بعد ما كانت الموسم اللي فاتت تقريبا بعدت عن الموسم كامله بسبب اصابتها بقطع في الرباط الصليبي، لكن هي بتعود الموسم ده بمنتهى القوه ان شاء الله ربنا يوفقها، وده يمكن مدي الجهاز الفني للفريق ثقه كبيره ان سوريا ان شاء الله هتكون موجوده معاهم، خاصه ان هي من اهم لاعبات الفريق، وكمان بيجهز الجهاز الفني لاعبته بشكل قوي الفتره دي بدنيا علشان الفتره الجايه ان شاء الله يستعد فنيا من خلال المباريات الوديه كالعاده قبل بدء الموسم الجديد. واخيرا رجال السلة اللي هيبدأوا في منتصف الشهر الحالي تدريباتهم استعدادا للموسم الجديد بعد ما مستر أوجستي بوش المدير الفني الأسباني الفريق يرجع من أجازته إن شاء الله من خارج البلاد. دي يمكن يا نهاندو كريم كانت كل أخبارنا من داخل النادي الأهلي هنا أو المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وأنا موجودة معاكم لو في أي أسئلة تانية الكلمة تعود إليك مرة تانية. اتفضل يا كريم. جميل، احنا بنشكرك على التغطيه المتميزه دي كالعاده زميلتنا العزيزه منى المنيسي، ونروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافه الرياضيه. بص انا عايزه اروح للصحافه، بس اول خبر قبل ما نروح طبعا لان هيكون معانا كمان زميلنا العزيز عبر السكايب ايمن جلبرتو الناقد الرياضي، بس انا يعني في حاجه لفتت نظري ان دي جريده الاهرام اول حاجه خالص معانا، هي مكتوب تحت ان هي تاسست يوم 27 ديسمبر 1875، العدد الاول صدر في 5 أغسطس 1876. اليوم ده بيفكرك بايه؟ يا سلام، ده حدث قومي. حدث يا جماعه، هقول ايه؟ يوم عيد ميلادي. لا والله، بس صدفه حلوه يعني. طبعا. صدفه حلوه، اول عدد لجريده عريقه طبعا زي الاهرام تبقى 5 اغسطس بس 1800 بقى. طبعا ده زمان قوي، احنا كده بعدنا قوي. يا ايمن بونجور، صباح الفل. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا نهاوند، والحمد لله على السلامه يا كريم. الله يسلمك يا ايمن، ربنا يخليك، والله ليك وحشه كبيره، وسعيد بان احنا هنتابعك النهارده اي نعم من خلال سكايب، لكن ان شاء الله اكيد هتيجي تشرفنا قريب في البرنامج. اكيد اكيد، الحمد لله قناه الاهلي الواحد بيسعد ان هو بيبقى موجود فيها، وده بيتي يعني الحمد لله. بيتك بالظبط يا ايمن. طبعا طبعاً. بيتك. خلينا نبدا معاك بقى بجريده الاهرام، والعنوان كده تحديدا بيتكلم فيتوريا بيصل للقاهره لبدء مهام عمله مع المنتخب الوطني، كنا اعلنا قبل كده ان هو هيوصل يوم 2 اغسطس تحديدا عشان يبدا بقى الرحله اللي هي اكيد هتبقى طويله جدا، بس فكره هنا كمان انت ازاي بتشوف متابعته من دلوقتي اصلا لمنتخب الشباب، وهنا فكره برضو يعني ودية الأرجنتين برضو لو بتلاقي لها أهمية، خلينا نفهم منك النقاط دي بالتفصيل أكتر يا أيمن. طبعا لا، وأكيد زي ما اتكلمنا قبل كده أنا هواند، لو تفتكري كنا اتكلمنا وقت المؤتمر الصحفي بتاعه، الراجل جاي بعقد 4 سنين، فبالتأكيد هو لازم هيحط خطة يعني طويلة، الخطة دي لازم هو يكون من خلالها متابع منتخبات الشباب والناشئين، و ولو في منتخب اولمبي هاي يعني للفتره اللي هي هيستعد فيها الاولمبياد باريس لازم هو يكون متابع كل الناس دي، لان اكيد في بعض اللعيبه من دول ممكن يبقوا موجودين معاه، لان مده عقد 4 سنين، فاربع سنين دي مده كبيره جدا، فالنهارده لازم يبقى فيه زي ما خطه قصيره الامد كده لكاس الامم مثلا او حاجه، لازم يبقى فيه حاجه برضو طويله لكاس العالم، لازم يبقى برضو في هو عنده ميزه دلوقتي نقدر نقول موضوع تاجيل امم افريقيا وتأجيل بالتالي المباراتين بتوع التصفيات بتوع ملاوي من الاجنده اللي جايه اللي هي بتاعت شهر 9، هتدي له مساحه حلوه ان هو ممكن يعمل معسكر كويس يتعرف فيه على اللعيبه بتاعته، يتعرف فيها على الاجواء، يشوف فيها اللعيبه على الطبيعه، وكمان وديه الارجنتين دي اكيد هتبقى مهمه جدا، لان مع منتخب قوي، منتخب هيلعب كاس عالم، اعتقد ان الارجنتين معاها، مش عارف، الارجنتين تقريبا معاها منتخب عربي، ممكن يكون عشان كده يعني هم عايزين يلعبوا مع منتخب مصر في كاس يعني في كاس قبل كاس العالم استعدادا لكاس العالم اللي هيبقى في نوفمبر يعني، فاعتقد دي كلها امور ايجابيه بالنسبه لفيتوريا، وان هو الرساله اللي وجهها امبارح زي ما انت قلت كده لمنتخب الشباب، وان هو
يعني زي كده بيورينا وبيورينا انا متابعكم وشايفكم، لان زي ما قلنا هو عنده خطه طويله على 4 سنين. بعد 4 سنين لعيبه منتخب الشباب دول اللي هم مواليد 2006 اللي بيلعبوا في 2003 عفوا اللي بيلعبوا في كاس العرب، دول ممكن خلاص هيبقوا تقريبا بعد 4 سنين فريق اول يعني. فممكن واحد او اثنين منهم يبقى موجود او مجموعه منهم تبقى موجوده مع المنتخب، ونفتكر الجيل بتاع عماد متعب وعمرو زكي، الناس دي كلها اصلا كانت لعيبه شباب وناشئين مع الكابتن حسن شحاته، وبعد كده هم كانوا يعني النواه بتاع المنتخب اللي كسب 2006 و2008 و2010 مع المجموعه الكبيره اللي كانت موجوده. نفتكر برضو المنتخب الحالي اللي هو صعد كاس عالم وصعد مرتين نهائي امم افريقيا، اغلبهم كان ابتدى مع بعض الشباب، صلاح وتريزيجيه وحجازي والنني وعمر جابر. يعني بص يا ايمن هقول لك على حاجه، احنا اصلا لما جينا اتكلمنا عن مدير فني جديد لمنتخب مصر احنا من البدايه كده كلنا كنا بنتحدث ان احنا فعلا عايزين تطوير في هذه المنظومه. طب تطوير هيجي ازاي؟ ما انت برضو لازم مش بتطور الموجود حاليا، انت بتطور من النشأة زي ما بيتقال. فهي دي النقطه، انت ابتدي ركزي ان دلوقتي حتى الواقع هو اللي فرض علينا ان بعض الانديه المحليه بقت عايزه تلجأ للناشئين، ومنهم النادي الاهلي باي ذا واي بسبب ظروف يعني للاسف قاهريه بيمر بيها طبعا. اي نادي تحديدا برضو هرجع للنادي الاهلي، فخلاص الموضوع بقى امر واقع انت محتاج ده اصلا. فكون ان احنا يجي لنا مدير فني النقطه دي في حسبانه من الاول كده، اعتقد دي بدايه جيده جدا لو صح التعبير او التقييم. طبعا لا بدايه جيده، ونتمنى كمان ان هو يحط ايده، يعني ما تبقاش بس مجرد متابعه، هو يحط ايده كمان في القصه دي، يبقى يتابع مدربين الناشئين وعنده وقت فيقدر يتابع مدربين. مدرب منتخب الناشئين في اعتقد منتخب 2006 هيلعب برضه بطوله شبه اللي بيلعبها منتخب الشباب دلوقتي. فده مهم. عايزين بس نقول حاجه للناس، ان كاس العالم اللي جاي اللي هو مصر ان شاء الله يعني هتبتدي تستعد له في السنين اللي جايه، ده كاس عالم بنسبه 99.9 منتخب مصر هيلعب فيه، يعني ما فيهوش جدال، لان كاس العالم ده هيبقى 48 منتخب، حصه افريقيا بنسبه كبيره ممكن تبقى 9 منتخبات او 10 منتخبات ما نعرفش. فاكيد منتخب مصر يعني ما نقدرش نقول ان هو مش هيتاهل ليه. فهي الفكره اداء بقى منتخب مصر في السنين اللي جايه هيبقى عامل ازاي، التطور كاس الامم اللي احنا محتاجين نرجع نكسبه، فهي دي الخطه. لكن فكره التاهل لكاس العالم عامه في الفترات اللي جايه دي هتبقى اسهل من اي حاجه، لان عدد المنتخبات زاد، زي ما سمعنا في خبر امبارح كان في جرائد السعوديه ان مقاعد اسيا اللي هي كانت بتبقى 3 4 مقاعد ونص او هتبقى 8 مقاعد ونص اللي هو الضعف. فتخيلي في افريقيا اللي هي كانت 5 ممكن تبقى 10 مقاعد، فهنلاقي ان منتخبنا مش هيبقى فيه صعوبه ان احنا نروح كاس العالم. لكن هتبقى الفكره ازاي انت هتلعبي في كاس العالم، ازاي في كاس الامم ترجعي مصر ترجع تاني هي الرائده، ما نبقاش بنفرح بس ان احنا صعدنا نهائي ولعبنا او بنمثل تمثيل مشرف. طيب تعالوا نروح للاخبار، لان احنا لسه معانا بعض الاخبار الهامه جدا من جريده الاخبار. لا ده ثانيه واحده عشان اقلب الصفحه بس. فان دايك بيتكلم كده، مستوى صلاح تأثر الموسم الماضي بأزمة التجديد. يمكن احنا حضرنا او اتكلمنا في تفاصيل برضو كان معاك يا ايمن تحديدا فكرة هنا التجديد وليفربول ومحمد صلاح والاقاويل وما علينا، وفكرة هنا برضو تقييم متوسط مصطفى محمد في انطلاقته مع النانت. طيب خليني ابدأ بالماتشات الاولاني، فكرة هنا او متوقع ازاي من وجهة نظرك الموسم الجاي ان شاء الله لمحمد صلاح، وهل انت اصلا بتتفق مع فان دايك في هذا التصريح ان هو تاثر مستواه شويه في الفتره اللي فاتت بسبب قضيه او قصه التجديد من عدمها؟ يعني هو ما نقدرش نقول تاثر، بس صلاح في النص الثاني الى حد ما من الموسم، او تحديدا نقدر نقول بعد كاس الامم وبرده كاس العالم، كان في فتره صلاح ابتعد فيها شويه عن التهديف، اللي هي الفتره كمان اللي سون قدر يقرب فيها منه في فكره ان هو عدله في الاخر السباق في هداف الدوري الانجليزي. ولكن اجمالا موسم صلاح مع ليفربول ما نقدرش نقول عليه ان في تراجع مستوى، لانه في الاخر فنش هداف الدوري الانجليزي، فنش وهو لاعب العام في انجلترا للمره الثانيه، وده برضو ريكورد المره الثانيه في تاريخه. كان من ضمن الناس اللي بتنافس على افضل لاعب في البريمير ليج، خد جوائز، كان موجود في التصنيف النهائي في ذا بيست. ما نقدرش نقول المستوى تاثر بالشكل الكبير، ولكن هو كان تاثر في بعض الوقت اكيد بالظروف اللي تعرض ليها مع منتخب مصر، وهي
خساره نهائي كاس افريقيا، بعد كده الاخفاق في التاهل لكاس العالم، اكيد دي طبيعي جدا، ظروف لازم تحبط اي لاعب. فيعني مشكله التجديد ما اعتقدش ان هي كانت واخده مساحه قوي مع صلاح كمستوى فني في الملعب، لكن هي كانت واخده الجو بتاعها وخلاص، خلصت للراجل جدد بعقد مكمل مع ليفربول. فاعتقد ان الموسم بقى اللي احنا فيه ده صلاح المفروض هيلعب باكثر اريحيه، صلاح تقريبا دلوقتي عدى خلاص ال 30، فهو بنتكلم في المرحله بقى اللي هي ايه، هو يعني مستواه لازم هو يبتدي يفكر ازاي يغير من حاجات هو ممكن يكون بيعملها زي النجوم الكبار. النهارده صلاح مثلا لو كان بيعتمد بس على انه لاعب سريع، اكيد هو في دماغه لا انا ازاي هطور الحته دي، ان انا مش بس ابقى لاعب سريع، لا انا ابقى كمان، لان مع السن السرعه يعني طبيعي هتبتدي تقل. لكن صلاح لسه واحد من افضل لعيبه على مستوى العالم، يعني مثال لكل اللاعبين، كل اللاعبين الصغار عندنا هنا في مصر، وكل اللاعبين حتى دلوقتي في العالم، في ناس ممكن اي لعيب في العالم لما يروح يقول لك انا نفسي ابقى زي صلاح يعني. فدي دي كلها حقيقة. حاجات كويسه. ممكن يكون فان دايك بصفته قائد يعني حس ان صلاح في فتره من الموسم ما كانش قد كده، ولكن في النهايه اعتقد انه كان موسم مميز صراحة، يمكن بس هم عشان ما خدوش البريمير ليج وخسروا نهائي الشامبيونز ليج، فده برضو يعتبروه يعني اخفاق او الى حد ما، لكن هم في الاخر نفسهم احتفلوا بالبطولتين اللي خدوهم بتوع الكاس، وابتدوا الموسم الحالي بالدرع الخيريه، وصلاح نفسه جاب جون وعمل اسيست. فاعتقد الموسم ده ممكن يبقى استمرار لمواسم صلاح الجيده في الدوري الانجليزي يعني. طيب سريعا لو هنروح لمصطفى محمد وفكره هنا التقييم المتوسط اللي ناله، يعني مع طبعا نانت واول انطلاقاته كمان ضد باريس سان جيرمان، بتشوف هل فعلا برضو هذا التقييم فار ولا لا؟ وفي نفس الوقت الماتش برضو شفته ازاي او المباراه؟ للامانه انا ما شفتش المباراه، شفت بس الاهداف، لكن طبيعي لعيب لسه ده تقريبا اول مباراه لي، ونزل يعني على ما اعتقد هو نزل والماتش خلصان يعني، نزل والفريق بتاعه مغلوب 3 أو 4 حاجه كده، فالموضوع صعب يعني في الاخر بيلعب باريس سان جيرمان، ويعني الامور اكيد صعبه، فلو حتى 6 من 10 ده تقييم على نص ساعه ولعبها فمش ازمه. بس هي الفكره ان مصطفى محمد يعني جلاتا سراي استثمر فيه، ف هو كان ابتدى كويس مع جلاتا سراي، بعد كده فجاه اختفى او بقى قاعد دكه لما بينزل، يعني المعدل بتاعه في الجزء الثاني ليه في صفقته مع جلاتا سراي ما كانش زي انطلاقته مع جلاتا سراي. يعني نتمنى له التوفيق في فرنسا وتجربته في فرنسا، دوري متشاف ودوري مميز، وممكن يلعب برضه بطولات اوروبيه او حاجه في الفتره اللي جايه، فنتمنى ليه التوفيق يعني. مصطفى محمد من اللعيبه بصراحه الشاطرين يعني الحق يقال، وانا برضو يعني من الناس اللي بتوقع له مستقبل، بس هو الفكره ان زي ما انت قلت كده عادي بتحصل حتى في بدايه المواسم، بس مصطفى محمد لاعب محترف ولاعب متالق فعلا. تعال نروح للشرق الاوسط. ناقصه ان هو يتعلم، يعني يتعلم شويه ازاي يعيش عيشه الاحتراف بجد، لازم يتعلم اللغه بتاعتهم، لازم يعني لازم يغير شويه من اللايف ستايل بتاعه عشان خاطر يقدر يكمل، لان هو مشروع لعيب زي ما انت قلتي كده مميز. التواكب مع الظروف مهم جدا. خلينا نروح للشرق الاوسط ونتكلم، او المانشيت بيقول الدوري الانجليزي على الابواب، فمن يوقف هيمنه سيتي وليفربول؟ وطبعا احنا عارفين المنافسه في الدوري الانجليزي، يعني وانت بتتوقع بقى هتكون اصلا ازاي بين سيتي وليفربول، بسبب كمان لو هنتكلم هنا من زاويه الصفقات الجديده يا ايمن. لا انا يعني انا شايف برضو ان سيتي وليفربول لسه هيفضلوا شويه مهيمنين في البريمير ليج، يعني حتى من المستوى اللي شفناه في بدايه الموسم يعني في مباراه الدرع الخيريه بين الفريقين. تشيلسي كان في ظروف معينه السنه اللي فاتت في الاخر كده، واللي حصل معاهم بسبب موضوع الحرب وما الى ذلك، لكن عملوا صفقات او يعني بيحاولوا، لكن ما اعتقدش هيقدروا يوصلوا برضه للسيتي وليفربول في الدوري الانجليزي. ارسنال بيحاول، السنه اللي فاتت نهوا الموسم بشكل جيد. مانشستر يونايتد بعيدا عن المدير الفني الجديد طبعا تنهاج، لكن برضه حاسس ان هيبقى عندهم نفس المشاكل الى حد ما، لسه مش هيخرجوا منها بسرعه. هيفضل دوري مثير ودوري قوي، وهنشوف لسه نيوكاسل بصفقاته هتبقى عامله ازاي، هنشوف باقي الفرق اللي هي بتستعد. ولكن انا من وجهه نظري اعتقد صعب حد الفتره دي، يعني احنا بنتكلم لحد 2 جايين كمان مثلا، يخش يزاحم ليفربول وسيتي في انجلترا. الموضوع صعب جدا يعني، ممكن يعني حتى اوروبيا الموضوع ما كانش سهل ان الناس تزاحم ليفربول وسيتي،
ولكن في الدوري الانجليزي اعتقد لا، لسه المنافسه بينهم هتفضل مشتعله، ويعني نشوف يعني متخيله دوري الناس بيحسم، لما بيحسم في الاخر بيحسم فرق نقطه، دي مش اول مره يعني، يعني اخر خمس سنين مثلا الدوري ده اتحسم بفرق النقطه دي مرتين او حاجه، فالموضوع يعني موضوع لطيف وموضوع حلو بالنسبه لنا احنا طبعا، لاننا مش انجليز والموضوع مش هيحرق دمنا يعني مين فيهم اللي يكسب او مين فيهم اللي يخسر، احنا طبعا بنتمنى التوفيق لصلاح، ولكن احنا مستمتعين بالسباق يعني، لما السنه اللي فاتت واحنا بنتفرج على اخر ماتشين ونشوف صلاح وهو بيجيب الجول ورايح بيحتفل مع الجمهور ويقولهم كام كام، ويقول لا ده هم هناك في مانشستر سيتي كسبانين 3 عشان السكوب يعني، فالموضوع بالنسبه لنا ممتع، فنتمنى ان المتعه دي تستمر. والصراع ما بين كلوب وجوارديولا جميل جدا، واثنين مدربين يعني عباقره كلنا بنتعلم منهم، نتمنى ان احنا نشوف كوره شبه دي، مش بقول طبعا زي شبهها، عندنا من حيث الالتزام التكتيكي الالتزام الفني، اللعيبه تهتم بنفسها بدنيا، بنشوف الناس حتى هم واخدين اجازات راجعين، ما حدش فيهم راجع وزنه زايد بزياده، عنده مشاكل بتاع، بيلعبوا اول ماتش في الموسم كانه اخر ماتش، فنتمنى ان الكوره عندنا في مصر يعني في يوم من الايام توصل ان احنا يعني نبقى شبه متكاملين في حياه كتير يعني. انا بتفق معاك جدا ان في شق كبير قوي بيكون على اللعيبه، يعني حتى لو احنا جبنا مين يطور كره القدم المصريه، وعلى الصعيد الثاني ما عندكش لعيبه ديديكيتد زي ما بيتقال، او ان هي عندها النيه اصلا ان هي تلعب على مستوى محترف ويبقى فيه التزام وفي مسؤوليه و و و الى اخره، عمرك ما هتطور هذه المنظومه، لان المنظومه دي مش هتتطور من جانب اداري فقط، هي لازم تكون على الارض كمان في يعني فكر وفي مسؤوليه. انا وعلى فكره انا فاهمه تلميحك على ايه، لان ده كلام موزون، احنا لازم في الاول وفي الاخر يبقى عندنا لعيبه على قدر من المسؤوليه دي، ما فيهاش يعني انا مش هطول في الحته اللي انت قلتيها، لان انت طبعا يعني متفق تماما مع اللي انت قلتيها، الفكره ان الحياه مش بس يعني كلنا في حياتنا وبنشتغل، لما بنيجي نشتغل بنشتغل ل 8 ساعات عدد ساعات العمل بتاعتنا عشان في الاخر بناخد المرتب اللي احنا بنقبضه على شغلنا، فلازم كمان لعيب الكوره يحس بده ان هو صح. شغله مش بس على الساعتين اللي بيتمرن فيهم، لا ده هو عنده لايف ستايل وعنده حياه، عشان خاطر في الاخر النتيجه اللي بياخدها في الاخر اللي هي بتبقى الراتب بتاعه والاستثمار بتاعه، لما يبطل كوره يلاقي نفسه لسه مكمل وشعبيته، فكل الحاجات دي لازم هو يركز فيها، ما تبقاش بس مجرد ما بيروح يتمرن ساعتين وبيروح. متفق معاك، وحتى احنا لو قارنا نفسنا بلعيبه الكوره، احنا مثلا بنشتغل بس ما فيش ملايين في ظهرنا قوي، بس لعيبه الكوره في ملايين، يا بيزعلوا يا بيفرحوا، فيعني في مسؤوليه اكسترا هم يعني. اختاروا ان هم يبقوا، هم اختاروا يبقوا لعيبه كوره. بالظبط، الكوره دي حاجه ممتعه وحاجه هوايه اصلا اتحولت لاحتراف، ولكن الشق فيها ان في فعلا مزاج عام هم بيتحكموا فيه، شاءوا ام ابوا هم بيتحكموا في مزاج العام، كلنا لما الفريق بتاعنا اللي بنشجعه بيكسب ايا كان، طبعا كل واحد بيشجع ايه في حياته يعني، لما فريقه بيكسب بينام مبسوط، لما فريقه بيخسر ما بيعرفش ينام، ما بيعرفش يشتغل، ما بيعرفش يعني، دي طبيعه زي الناس اللي بتحب السينما، زي الناس اللي بتحب الفن، الناس بتحب يعني كل واحد بيحب هوايه بيبقى مرتبط بيها، فلازم ده يتنقل للعيبه بشكل عام ايا كان اللعيبه في العالم كله. على فكره المشكله دي موجوده في حتت كتيره في العالم، فكره اللعيبه الجيل الحالي ان هم شويه عشان السوشيال ميديا والحاجات دي، ولكن نتمنى ان احنا نتعلم، لو في اخطاء عندنا كلنا لازم نتعلم، كلنا في الحياه بنتعلم عشان نتطور يعني. بص، هو الوقت للاسف ضيق جدا ايمن، كان معانا خبر اخير خاص بالصفقات الاخيره لبرشلونه، بس يعني خلينا الخبر ده ناخده مره ثانيه معاك او نشوف التطورات. ايمن بشكرك جدا انا وكريم، وبجد تغطيه متميزه زي كل مره، شكرا ليك جدا. أنا بشكركم جدا ومنورين الشاشه. شكرا. من الناس المتميزة أيمن جلبرتو، جدا استمتع والله فيه. وعنده رؤية ثاقبة وعنده نظرة تحليلية وبيعرف يربط الأمور ببعض، ناهيكم عن الذاكرة الموسوعية بسم الله ما شاء الله، في كثير من الأحيان بيستشهد بوقائع حصلت من سنين فاتت لإثبات يعني وجهة النظر اللي هو بيتكلم فيها، فطبعا كل الشكر والتحية للأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي. بقى على ذكر الصفقات بقى اللي اتكلمت عنها نعوند وأيمن في الجزء الأخير من الكلام، بس خلينا بقى نتكلم بشكل عام، أنتوا عارفين الوقت ده من السنة بيكون موسم الصفقات والانتقالات والرحيل والمجيء إلى آخره. تعالوا بقى نتكلم عن نادي ريال مدريد تحديدا، اللي أعلن عن رحيل مهاجمه الأشهر بورخا مايورال إلى فريق ختافي بعقد لمدة 5 أعوام. مايورال بالمناسبة عنده 25 سنة وقضى النص الثاني من الموسم الماضي معارا لفريق ختافي، وسجل
ست اهداف خلال 18 مباراه، ورحل الان عن صفوف ريال مدريد بعد ان ارتبط بالنادي الملكي طوال 15 عاما من اول ما التحق بالاكاديميه سنه 2007، واصبح منذ ذلك الحين جزء لا يتجزا من نادي ريال مدريد. فاز معاه بدوري ابطال اوروبا، كاس العالم للانديه، كاس السوبر الاوروبي، كاس السوبر الاسباني. الحقيقه بيبقى فيه دايما لعيبه كده بيبقى في ارتباط شرطي بين وجودهم في فريق معين، ما ينفعش نشوفهم في فرق تانية. فما بنسمع عن رحيل حد من أصحاب هذه الأسماء بيبقى أكيد خبر وحدث. فطبعا إحنا بنتابع دايما مع حضراتكم أول بأول آخر المستجدات على الصعيد كرة القدم العالمية. مرة طلعنا فصل بقى أنا تعبت. إحنا زي ما حضراتكم أكيد عارفين كده انتهينا من الجزء الأول من حلقتنا. هنطلع فصل سريع ونرجع بقى عشان نبتدي معاكم فقرتين حواريتين هنتعرف من خلالهم على كتير من الأمور اللي أعتقد إن هي تهمنا كلنا. خليكم معانا. عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة. هنتكلم بقى دلوقتي عن دورة الألعاب العالمية اللي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي زي ما كنت أنا ونهواند بنقول لحضراتكم في مقدمة حلقتنا النهاردة، الحقيقة بعثة مصر أدت فيها أداء أكثر من مشرف، وكان طبعا نتج عنه إنجازات هنتكلم عنها وعن تفاصيلها دلوقتي مع ضيفنا اللي منورنا وهو حكم دولي في رياضة السومو كابتن أحمد خليفة، واللي شارك كمان في التحكيم في هذه البطولة. الحمد لله على السلامة يا فندم، أهلا بيك. أهلا بيك. مجهور يا كابتن أحمد، كل حلقة يعني عن اللي قبلها بتبقى خاسس بجد. أنا فاكرة أول حلقة معانا من سنة تقريبا وشوية، حضرتك كنت كم كيلو وقتها؟ كتير بقى. بس اتذكر فوق المية. شوية. فلا ربنا يخليكي بجد ما شاء الله، دي حاجة كويسة وكويسة للصحة. وعلى فكرة أنا عايز أسأل سؤال بقى بالمناسبة دي، لأن يعني الرياضيين السومو تحديدا وزنهم بيبقى طبعا أوفر ويت بكتير. تمام. طب لما بيبطلوا كلهم بيقدروا يرجعوا لحالتهم الصحية مرة تانية ولا لا؟ لأن تقريبا كل دلوقتي بقى يعمل كده. يعني عمليات ولا عمليات طبيعي؟ بقى عمليات، لان غلط على الصحه قوي. بيبقى الوزن راح في حته صعبه قوي يعني. بس كان من الاول كانوا مستغلينه خير استغلال بحكم طبيعه اللعبه دي يعني. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك بقى التفاصيل اللي حصلت في امريكا والبعثه المصريه والمشاركه والانجازات اللي اتحققت ايه. تمام. هي الايفنت ده اسمه دوره الالعاب العالميه. الايفنت ده زي الدوره الاولمبيه للالعاب غير الاولمبيه. اوكي. اللي بينظم الايفنت اللجنه الاولمبيه الدوليه. هي السنه اللي بعد الاولمبيكس جيم بتلعب الورلد جيمز. الورلد جيمز دي الالعاب اللي ما بتتلعبش في الاولمبياد. كويس ان هم عاملين كده حاجه كويسه. بيحضر الايفنت وبيدي الافتتاح بتاعه باخ من اللجنه الاولمبيه الدوليه، رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه بيبقى حاضر الايفنت. تمام. وكل الاتحادات رؤساء الاتحادات. طيب يعني انا الهيستوري بتاعي في الورلد جيمز انا حضرتها دي تقريبا رابع وورلد جيمز. حضرت في تايوان 2009، في كولومبيا 2013، في بولندا 2017. الدوره دي لظروف الكورونا اتاجلت سنه لان الاولمبياد اترحلت سنه. ايوه. فلعبنا المره دي في امريكا، برمنجهام في الاباما. كل دوره بيبقى فيها مجموعه رياضات اللي هي ما بيبقاش الناس عارفاها قوي. الايفنت ده كان فيه حاجه غريبه، ان كان فيه كاراتيه. كاراتيه كان لسه في الاولمبياد اللي فاتت. كنت لسه هسالك ده مش رياضه. فهو دخل. لا هو ده اختيار الدوله، ولا كان بس عشان الدوره اللي فاتت. دخل الاولمبياد. الدوله المنظمه بتختار رياضه واحده. اختارته ورجع تاني بقى في الورلد جيمز. اوكي. فهم دول خدوا اوبشنين يعني، لعبوا اولمبياد ولعبوا وورلد جيمز. طبعا هم احنا ابتدينا المشاركات في الايفنت الورلد جيمز كمصر يعني في 7 أو 8 اتحادات رياضيه. كان الانجاز الكبير قوي اللي عمله الكاراتيه. الكاراتيه كان مشارك بحوالي 7 لعيبه، قدر ان هو يحقق 4 ميداليات، 2 ذهب وفضه وبرونز. كويس. ده كان انجاز كبير جدا لاتحاد الكاراتيه بقياده الكابتن محمد دهراوي. وابتدينا بعد كده لعب الاتحاد المصري للغوص والانقاذ زعانف، كان عنده ولد وبنت متاهلين في الايفنت. وكابتن سامح الشاذلي، وحضرت انا على فكره يعني، انا كنت حكم في الايفنت، فروحت حضرت كل الايفنتات تقريبا يعني، حضرت الايفنت بتاع الزعانف. وكان عندنا مشاركه في الكونوفو في الاساليب بلعيب واحد بس، وكان في الدكتور شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي كان موجود. الولد جاب رابع ترتيب عام، هو ما قدرش يحقق ميداليا، فرقت معاه على حاجه بسيطه جدا في النسبه. وكان في الانجاز بتاع البلياردو، ده كان انجاز كبير جدا، عبد الرحمن جاب ميداليا فضيه. كان مشارك سامح سيدهم وعبد الرحمن. عبد الرحمن قدر يحقق ميداليه فضيه في الايفنت.
دي كانت خامس ميداليه، والميداليه السادسه كانت بتاعت السومو، البطل بتاعنا عبد الرحمن الصيفي قدر يحقق ميداليه ذهبيه. كويس قوي. بس يعني طبعا احنا الصور بتاعت الابطال بتوعنا هي زي ما حضراتكم شايفين، بس كابتن احمد في تطور ملحوظ في اللعيبه يعني في مختلف الالعاب هنا بنتكلم، وكل سنه يمكن بنتكلم عن في تطور ملحوظ ما كانش موجود في السنوات السابقه، راجع لايه الموضوع ده؟ بصي حضرتك خلينا نتفق ان الموضوع ده مردوده دوله كويس. فيها اهتمام وتركيز على عناصر فرديه. يعني احنا عندنا الوزاره شغاله بشكل دكتور اشرف صبحي في تركيز قوي جدا على الخامات وعلى الفروق الفرديه وعلى الابطال بتوعنا. اللي يمكن الحاجه الجميله دلوقتي ان بيبتدي الوزاره بتوجد سبونسر شيب الدعم المادي بقى المطلوب ورعايه للولاد. يعني يمكن في تواصل مستمر مع الدكتور اشرف، هو دلوقتي الولاد اللي بيوصلوا ان هم يحققوا مراكز على المستوى العالمي والدولي بيبتدي يبقى ليهم رعايه ويبقى ليهم شركات وسبونسر تشتغل معاهم بعد كده. ده لازم يحصل الحقيقه، وبنتكلم كتير في انه طول ما هو مش حاصل، طول ما احنا بنفقد ميداليات كتيره جدا في رياضات كتيره احنا عندنا فيها ابطال، لو اتيحت لهم الفرصه هيرفعوا علم مصر فعلا عالي. مزبوط. احنا بالمناسبه يعني واحنا لسه بنتكلم عن دوره الالعاب العالميه، هل مصر شاركت في يعني البعثه المصريه شاركت في كل المنافسات في كل الرياضات اللي كانت موجوده ولا في رياضات معينه؟ ما هو حضرتك التاهيل في الورلد جيمز بيبقى تاهيل من خلال الاتحادات الدوليه بكوتا معينه. يعني انت ليك عدد مشاركات عدد معين من المشاركين. الكوتا دي ممكن تبقى يعني مثلا انا كان عندي عبد الرحمن الصيفي متاهل اتحاد دولي سومو لانه محقق ميداليتين برونز في بطوله عالم 2018 و2019، وكان عندي وفي مجموعه ثانيه كانت متاهله كوتا عن طريق القاره الافريقيه ده مثلا في السوم. في الكاراتيه كان مؤهل التاهيل بتاعه كان واخد تقريبا احسن 16 لاعب، فكان عندنا لعيبه كتيره جدا متاهلين من الكاراتيه. هي بس يعني يمكن الحاجه اللي مش لطيفه اللي حصلت ان ما تاهلش حد الاسكواش الدوره دي، يعني الاسكواش عندنا من الالعاب القويه يعني وجايين في الاسكواش بصفه خاصه. كمان يعني كان في ولد وبنت من الجمباز كانوا مشاركين في الايفنت دي، اول مشاركه ليهم على فكره للجمباز في الورلد جيمز. الايفنت الجاي بتاع الورلد جيمز هو هيبقى يعني المفروض ان هو يتعمل في الصين تقريبا. كل اللي كنت بتناقش فيه مع المسؤولين ومع الدكتور اشرف في الوزاره ان الايفنت ده احنا المفروض نشتغل عليه كايفنت مجمع، ما يبقاش اتحاد كل اتحاد يبقى انديفيدوال لوحده، لان احنا في الاخر مثلا بيعتبروا العرض بيبقى موجود فيه مصر كلها، حتى اسمها البعثه المصريه. البعثه المصريه طبعا، والدكتور اشرف وعد ان احنا نشتغل على القصه دي في الفتره اللي جايه. يعني الحاجه الثانيه ان الاولاد دول برضو يعني النتائج اللي عملوها والكلام ده كله يطلع عليها مكافاه كويسه، لان هو عمل هو لعب احسن اعلى مستوى تنافسي في لعبته، يعني قدر يجيب ميداليه ذهب في الورلد جيمز، هو زيه زي الراجل اللي جاب اول في الاولمبياد. على فكره الاولمبياد طبعا الايفنت المره دي كان في حاجه يعني ميزه كويسه ان روسيا ما كانتش مشتركه، فكان يعني هي يعني متالقه هتقفل رياضات معينه. هي كانت قويه جدا، هي روسيا كان بيجيب اول في الورلد جيمز عموما. الورلد جيمز المره دي عشان ظروف الحرب وكده وهم تقريبا واخدين عقوبه فما لعبوش روسيا في البطوله. الحاجات بقى اللي هي تلفت نظرك شويه التعاطف الناس كلها مع اوكرانيا، لعيبه اوكرانيا في كل الالعاب عملت الناس يعني منظمين الايفنت عملوا نسبه هاند برسنت كده من التذاكر والكلام ده كله لصالح اللجنه الاولمبيه الاوكرانيه كدعم ليهم للظروف بتاعتهم في الرياضه شويه، لفته كويسه جدا طبعا. عموما كان يعني عايز اقول لك ان هم نظموا يعني انا لما حضرت ثلاث اربع ايفنتات من ورلد جيمز، لا امريكا نجحت اللي هي تنظم الايفنت بشكل متميز جدا. بس متوقع برضو امريكا ده العادي يعني يعني عايز اقول لحضرتك مش مندهش. اتفاجئت يا كابتن ولا ايه؟ يا كابتن احمد لا انا لا اتفاجئت بدقه التفاصيل وكانوا مركزين في حاجات كويسه قوي. يمكن اللي احنا كنا قاعدين في زي مدينه جماعيه كده حاجه اسمها يو اي بي اللي هو مكان الاقامه بتاع البعثات كلها، واخدين بالهم من التفاصيل في كل حاجه. التايمات حاجه مركزين جامد جدا، تواجد امني بطريقه طبعاً. غير عاديه يعني، لكن ايفنت متميز جدا يعني. حلو. انا عايز اروح معاك بقى كابتن احمد لماتش السومو واللي حصل وعاده المباراه طبعا ولعبنا عبد الرحمن، ايه القصه؟
والله بص، هي قصه كانت يعني اول عمله عبد الرحمن انجاز جامد جدا. يعني ان عبد الرحمن يمكن بيلعب سومو من 2016، عبد الرحمن المصري الوحيد اللي قدر ان احنا يسمعنا نشيد الوطني في السومو، جاب ميداليتين ذهب قبل كده. واحده في 2016 اول ما لعب جاب اول علم في منغوليا ناشئين. يا ما شاء الله. واول لاول مشاركه ليه جاب يعني اول ما لعب جاب اول علم ناشئين. حاجه استثنائيه ما شاء الله. يعني هو 2016 كان جاب اول علم ناشئين، 2017 لعب الورلد جيمز جاب خامس، مع ان دي كانت كبار. فالنقله من ناشئين الكبار دي المفروض ان هو مثلا ممكن يخسر، ما بنبقاش مستنيين منه مكسب. يعني هو كان تحت 18 ومع هذا جاب خامس في الورلد جيمز 2017، 2018 جاب ثالث عالم، 2019 جاب ثالث عالم. ما شاء الله. 2020 21 ما لعبناش سومو بسبب الكورونا. كورونا طبعا. لما تأهل الايفنت ده تأهل من الاتحاد الدولي، يعني جاله التأهيل من الاتحاد الدولي لان هو جاب ميداليتين في بطوله عالم. فالمنافسه صعبه وطريق البطوله بتاعه كان يعني ما شاء الله كل اوكران، يعني الاوكرانيين هم اللي بينافسوه اساسا. يعني ايه البوله ما كانش فيها حاجه سهله يعني. الماتش اللي لعب مع منغوليا كسبه، وبعد كده لعب ثلاث ماتشات والثلاثه من اوكرانيا. يعني الماتش اللي كان صعب فيهم مش الفاينل بقى، كمان السيمي فاينل. السيمي فاينل بيلعب مع الولد اللي جاب اول عالم بتاع اوكرانيا، فهو كسب الماتش ده ما شاء الله. واخر ماتش بقى الماتش الفاينل اللي هو المفروض ان احنا لما بنلعب سومو الدوهيو بتاعت السومو المكان اللعب ما ينفعش نعمل عليها اي رياكشن بعد او قبل اللعب. يعني ما ينفعش ان احنا نعمل عليها بمعنى مظاهر فرح او مظاهر زعل او اعتراض او الكلام ده، ده رولز السومو. اوكي. فالولد من فرحته يعني عمل الباك دايف ده، والمشكله بقى انا كنت بحكم الماتش ده، يعني انا كنت مختار ان انا بحكم الفاينلز، يعني فاينل 85. فطبعا اللي بيحكم كان اوكراني، ده اللي كان حكم الحلبة اوكراني، فهو بيرجع لورا وبيبقى القرار بتاع الخمس الجادج اللي موجودين حوالين الدوهي. فاتجمعنا على الدوهي وكده، وجي رئيس الاوضه قال لنا طبعا القانون واضح وصريح، الولد ده عمل كذا واحنا هنكنسل. يعني بعد ما المباراه خلصت يجي طب ما برضه اتس انفير، يعني ده لو حصل ده معلش لو انا فاهمه غلط، لو حصل ده اثناء المباراه مش بعد المباراه. ما هو هي حضرتك بس هي يعني خلينا نتفق ان هي طالما الرولز اللعبه كده الرول ان انا حتى بعد ما المباراه تنتهي مظاهر للفرح هي للاسف الرولز بتاع السومو كده. فاحنا انا بس اتحركت بفكر الحكام اللي معايا في اتجاه تاني خالص. ايه بقى؟ ان الولد صغير في السن، وان الكيس ده حصل من سنه 2013 مع لعيب من روسيا عمل نفس الموضوع. الله حلو. وعملنا ساعتها اعاده للماتش. انا كنت عايز اعيد الماتش ان انا هضمن فرصتين على الاقل، يا ذهب يا فضه. يعني هبقى يعني رجعنا تاني الامل الميداليه تاني. لعبنا يعني الحمد لله ربنا كرم، يعني عرفنا نتكلم في ان احنا نعيد الماتش تاني. حصل اعاده للماتش، وفي الماتش التاني كان في حاجه صعبه كده في الماتش شويه، وعملنا برضو الحكام رجعنا اتكلمنا تاني، وانا اللي رجعت عبد الرحمن. عبد الرحمن عامل قلق جامد. وانا اللي رجعت عبد الرحمن 3-2. يعني كان في راي 2 ان هو خسر وراي 2 ان هو كسب، وانا اللي قلت لهم لا ده هو كسبان. ايوه كده والحمد لله. احمد امال ايه صح. عايز اقول لك برضو يعني يمكن فرحتي بعبد الرحمن، احنا يعني احنا الاثنين بعد ما الماتش خلص وخرجنا بقى بره منطقه اللعب، ويعني عايز اقول لك انهيار تام واضح في الصوره اللي انا متصوره معاه. قعدت اعيط بقى جامد طبعا ابني، وكنت فرحان بيه جدا طبعاً. وشال بقى الميداليه وحطها في صدري. انا قلت انت شلته. لا هو وزن كام؟ 85. 85 ده يعتبر متوسط في السوق. لا ده اول وزن. ده اول. يعني كلام ده بدايه كلام. اول وزن عندنا 85 تاني وزن 115 تالت وزن تقيل. بس غريب قوي فكره ان الواحد بعد ما ينتهي من اللقاء او المباراه والفايز ما يعبرش عن هو هي دي رولز السومو. هو السومو عند اليابانيين حاجه لا ليها عقيده وتراث وحاجه يعني بالنسبه لهم يعني الموضوع صارم شويه. فعايز اقول لك على حاجه، احنا يعني ايه يعني حتى كمان عندنا احنا التقاليد مثلا عندنا على معايير كان ولد بيكسب مثلا فبينزل يسجد. فاهم ازاي؟ فانا لما يعني ايام ما كنت بشتغل في الكوتشنج يعني كنت بقول لهم يا جماعه لو حد يعني لو انت عايز تعمل كده ما تعملش فوق كده، يعني ايه استنى لغايه لما بس تحيي وتخرج بره منطقه اللعب الدوهيو واعمل كده تحت مثلا. فاهم ازاي؟ لكن جالنا بقى كلام كتير، اصل اللعيب بتاع اوكرانيا عمل نفس الباك دايف مش عارف ايه. هو اللعيب بتاع اوكرانيا يعني بعد ما خسر من عبد الرحمن، مش الولد الفاينل، الولد اللي هو جاب ثالث اللي هو كان بطل عالم وجاب ثالث في الايفنت ده، عمل نفس الباك دايف ده. لا عمل مش عشان يتعادل ماتش، عمل نفس الباك دايف ده بعد ما الايفنت خلص. يعني بعد وهم بيوزعوا ميداليات الدوهيو بتاع السومو بيبقى عليها الفوكس كده على النور بتاع الصاله كلها، الناس كلها شايفاه. هم استغلطوه برغم ان كان الايفنت كله بتاع الايفنت بقى. يعني هو عايز يوصل مسج وزعلان ان بلده ضربت واوكرانيا، فرفع العلم اوكرانيا كده وراح عامل الباك دايف برده. بس الكلام ده ما كانش فيه حكام موجودين وكان الايفنت خلص. هو بيوصل بس ماشي. طب
فحتى كمان اللجنه المنظمه قالوا بعد اذنك ده برضو دهي، وحتى لو ما فيش اللعب شغال دلوقتي برضو المظاهر دي ما بتتعملش هنا، يعني الدهي للرياضه مش موقف سياسي. يعني بس اجي عليه كومنت برضو. لا واصلا امريكا كمان هتلاقيها بتتعامل بحساسيه مفرطه طالما بنتكلم على اللي حاصل ما بين روسيا واوكرانيا، يعني الموضوع ده اصلا ليه حساسيه شديده عندهم يعني. وهو عموما يعني احنا ما بنخرطش دايما ما بين السياسه والرياضه، احنا جايين بنلعب رياضه لينا ميشن معينه، فالمفروض ان احنا بنلعب رياضه بس يعني. ايوه. يمكن الايفنت في مجمله كان متميز جدا، تنظيمه كان كويس. الحاجه اللي عايز اقولها ان الدعم الحكومي والمسانده الدايمه من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والتواصل المستمر، يعني عايز اقول لحضرتك ان هو كلمني واحنا هناك واخبار الموقف عندكم ايه، واشتغلوا مع بعض، ويا جماعه بعد اذنكم لازم منظرنا يبقى كويس ونشتغل على نفسنا وركز على اللعيبه. حلو في تواصل. طبعا بس مهم بقى بعد ما نرجع ناخد المكافآت. والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو الكلام كويس جدا برضو، بس احنا خلينا نتفق على حاجه، يعني ان هو عموما ما فيش يعني جهه الاداره دايما كوزاره او كدوله دلوقتي احنا شايفين ان في تغيير، يعني في القياده السياسيه في تغيير من الناحيه المعنويه، هل الناحيه الماديه برضو ده حصل ولا لا؟ بقول لحضرتك فعلا يعني الناحيه الماديه حاصله، الوزاره بتحاول توفر كتير جدا. خدتوا المكافئات؟ لا ما هو ده على فكره احنا راجعين من اسبوعين مش من فتره كبيره يعني. طيب عايز اقول لحضرتك لا ان في تواصل مستمر ومع الوزير في دعم دائم من الدوله. ده مهم، ده مهم. وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، يعني ان احنا النهارده بنوصل ان احنا نرفع علم بلدنا ونشارك في كل الايفنتات، عايز اقول لك لا في الظروف الاقتصاديه دي اللي العالم كله فيها وحرص القياده السياسيه بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ان مشاركتنا في كل حاجه ده في حد ذاته انجاز كبير جدا، ان احنا ده احنا بنشارك وموجودين في كل الايفنتات وعندك ممثلين في كل حاجه، يعني مفيش ايفنت. تحيه كبيره ليا طبعا اصحاب القرار، وتحيه كبيره واكبر بصراحه للعيبه بتوعنا والابطالنا اللي هم اصلا بيصنعوا او بيرفعوا اسم مصر في المحافل الدوليه. طبعا. لهم كل الكريدت ولهم كل الاحقيه في مكافئات ودعم مادي، باي ذا واي يعني الكلام لازم يكون في مكانه. نورتنا يا كابتن احمد بجد، وما تخسش بقى عن كده تيجي معانا كمان سنه ما تبقى 50 كيلو تبقى مشكله. سعداء جدا بالانجازات اللي اتحققت دي ودايما مشرفينا كده، وان شاء الله حضرتك على خير مره ثانيه يا كابتن. شكرا، شكرا قوي، ربنا شكرا لحضرتك. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع نبتدي معاكم ثاني واخر فقرات الفقريه، خليكم معانا. ملفات كتيره جدا على الساحه الكرويه حاليا، اكيد هنناقشها وهنخش في تفاصيل ونحاول نحلل، هنحاول نفهم علامات استفهام موجوده ومطروحه، وهنحاول نتوقع كمان. عندك ملف الدوري، وعندك سواريز، وعندك فيتوريا، وعندك المنتخب، وعندك الناشئين في النوادي والانديه المختلفه، وعندك الفكر المختلف والمتطور اصلا، فكره انك عايز تطور اصلا كره القدم المصريه والتزام اللاعبين و و و الى اخره. لا ملفات كتيرة جدا بقى، لو عندنا وقت نكملها. هي بس نرحب بأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. والله احنا سعداء. والله انا سعيد. شفت سعيد لدرجة اني فاكر اخر لقاء كان فين؟ في العجوزة. في العجوزة. يعني دي على ان انا بعد الايام. لا ده كتير والله استاذ جمال. ربنا يفندم، بنسعد بوجود حضرتك معانا وبنسعد دايما برؤيتك. ربنا يخليك. ودي حاجة عايزين نحسن استغلالها بقى في الفقره دي فيما اتيح لينا من وقت، لان زي ما الهواند بتقول لحضرتك احنا فعلا عندنا ملفات كتير، فتحب نبتدي من انهي فيهم؟ نبتدي مثلا من الدوري ورؤيتك لشكل المنافسه في الموسم ده، وخصوصا بعد يعني النتائج بقى المرحله الاخيره اللي انتهت يعني امبارح باللقاء الامس. اعتقد هنبتدي طبعا بالكلام عن الدوري لان هو حديث الساعه زي ما بيقولوا. والحقيقه انه رغم الظروف الصعبه اللي موجود فيها النادي الاهلي هذا الموسم، واللي هي انا بقول ان هي لم يسبق صح لاي نادي اخر امر بمثل هذه الظروف، الا انه نقدر نقول انه المطلوب من لعيبه النادي الاهلي حاليا ان هم يكملوا، وده اللي احنا بنطالب بيه على فكره من فتره، واللي جمهور النادي الاهلي بيطالب بيه مش بس قصه انه الدوري ونكسب الدوري او ما نكسبوش، لا هو كل التركيز الجمهور حسب ما انا بشوف وبحس من خلال السوشيال ميديا ولقاءاتي حتى مع الناس العاديين، بحس انه الناس عايزه لعيبه النادي الاهلي تؤدي بالشكل اللي هم متوقعينه. ايوه طبعا. يعني طبعا. احنا ياما اتكلمنا في الفتره الاخيره على انه احنا عايزين نشوف لعيبه النادي الاهلي بتلعب بنفس الروح، اللي هو حتى لو في فرق في المنافسه
في عدد النقاط بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، الا انه على الاقل لعيبه النادي الاهلي تعمل اللي عليها. ما هو عشان النقطه دي في ناس كتير جدا، الى جانب الحزن في ناس كتيره غضبانه عشان اللي حضرتك بتتكلم عليه ده مش حاصل. وهو ده على فكره من حق جمهور، لانه طبعا هي كره القدم والرياضه والفنون والكلام ده كله ده بيتلعب اساسا للجمهور. فكل الناس فاهمه كويس اللي حصل، الفرق في النقط ده جه منين وله اسباب. يعني اداء الاهلي متاثر جدا بضغط المباريات، لكن اللي مخلي الناس زعلانه ان الاهلي كان بيحصل له المواقف دي قبل كده وكان بيعديها. يعني فيما سبق كان المعتاد بالنسبه للنادي الاهلي انه لما يبقى له ماتشات مؤجله بيرجع يلعبها ويكسبها ويقفل بيها الدوري ويقفل زي ما بيقولوا. التأثير ما بيكونش كبير قوي كده زي ما احنا بالزبط. شايفين دلوقتي، يعني اقول لحضرتك على حاجه، حضرتك بتقول الناس عايزه تشوف لعيبه الاهلي بالمستوى بالزبط. اللي يعرفوه، انا هقول لك احنا عايزين نشوف لعيبه الاهلي ونقطه، احنا ما شفناش لعيبه الاهلي. أيوة. يعني فين اللعيبه بتاعتنا؟ لا يعني. عندك حق فعلا، لانه الناس مفتقده للاداء بتاع النادي الاهلي، اللي هو انت تعمل اللي عليك حتى لو في فارق نقاط بينك وبين المنافسين امر طبيعي، لكن على الاقل يعني ياما حذرنا اللعيبه من ده من فتره على فكره، من قبل ما الفارق يبقى في صالح المنافسين كنا بنحذر اللعيبه اعملوا اللي عليكم واتركوا الظروف، اذا اخطا المنافس او تعثر فانت هتستفيد من ده. تمام. فهي المشكله كلها انه زي ما حضرتك قلتي وزي ما الاستاذ كريم بيقول انه الناس مش شايفه مش راضيه عن الاداء. بس في نقطه مهمه استاذ جمال لو تتفق معايا فيها. اتفضل. انا ما اقدرش اجي الوم اللاعب 100% ليه؟ لان انا كان عندي من الاول رؤيه، مفروض انا كجهاز فني، انا هتكلم عن المدير الفني تحديدا. تمام. لما انا ابقى شايف ده جاي، يعني انا دايما الكرايسيس او الازمه لازم اشوفها وهي جايه لي بدايتها، وانا شايفه ده وعارفه ان هيبقى عندي جدول صعب جدا وبالتالي هينتج اصابات وغيابات واجهاد، انا كان المفروض اشارك من الاول البدلاء وكان المفروض صعد ده شيء من البدايه خالص. هو ده بقى اللي بقول عشان ما اوصلش بعد ما لعبتي تتوفى زي ما كنا بنقول مستشفى الاهلي بالزبط. اجي بعد كده اقول يعني هو ده بالظبط الشيء اللي يمكن ان يؤخذ على موسيماني. هو ده يعني موسيماني رغم الحقيقه، خلي بالك احنا بنتكلم برضو بمنتهى الصراحه في قناه النادي الاهلي، احنا بنحلل عشان نقدر نحل، لازم نتصارح عشان الكلام يبقى مقنع حتى للناس. موسيماني في لعيبه كان مهتم بيهم جدا ومعتمد عليهم، وفي لعيبه كانوا شبه خارج الفورمه يعني. وفي لعيبه مشيت وهي كويسه، وفي لعيبه مشيت وهي كويسه، لكن انا بتكلم على اللي موجودين ما كانوش بنفس المستوى. يعني احنا بنشوف في انديه المنافسه انه اللاعب البديل زي ما بيقولوا بيتنشأ على طبعا. الفرصه طبعا. اول ما بياخد الفرصه بيلمع وبيحجز مكانه وبينزل ياكل النجيله وبيحجز مكانه زي ما بنشوف. يعني انا مش عايز ادي امثله، لكن الناس متابعه المباريات وشايفه انه لعيبه النادي الاهلي الصاعدين او البدلاء مش بنفس المستوى، مش معياريا ولا موهبه، لا مش بنفس مستوى الاعداد جاهزيه، يعني الجاهزيه بالظبط او الاستعداد للنزول وانهم يحلوا محل اللعيبه الاساسيين. طب هو ليه فجاه كده في الفتره الاخيره الدنيا اتكركبت؟ احنا بنتكلم على كيان كبير طبعا طبعا. احنا ده انا ونهواند لوحدنا بقالنا شهور بنتكلم على موضوع تلاحم المباريات وعلى موضوع بالزبط. الاصابات وعلى موضوع الاجهاد الى اخره. لكن لما يكون الكيان كبير بالشكل ده، هل النوع ده من الامور ممكن يوصلنا لان احنا نشوف اللي احنا شفناه في الفتره الاخيره؟ هو اللي حاصل يعني ده منطقي ولا يعني نهواند كانت بتقول لحضرتك ايه من شويه، بتقول لك انا ما اقدرش احمل قوي على اللعيبه، وعندها وجهه نظر في اللي هي بتقول. تمام. في المقابل في وجهه نظر تانية ممكن تشوف ان برضو يتلام على اللعيبه تفصيله الروح، تفصيله القتال حتى. لا هي نهواند قالت انه مش هنقدر نحمل 100% على اللعيبه، وده صحيح، هذا واقعي وفي جزء، بس يعني ما نقدرش برضو نستثنيهم من المسؤوليه طبعا. لان احنا شفنا ليه؟ تراخي. أيوة. وشفنا حاجات لا تتناسب مع لعيبه النادي الاهلي. هي اصلها هي كلها على بعض، هي موضوع متلاحم ومتصل ببعضه، باكج واحده يعني. باكج واحده.
مجلس الإدارة عمل من وجهة نظري الدور اللي عليه في أنه أولا مدي استقلالية لجهاز الكورة. صحيح. بالتالي طبعا. لما جهاز الكورة بيطلب لعيبة لجنة التخطيط بتراجع معاه وبتشوف يعني من الناحية المؤسسية. احنا مش مقصرين أبدا في المجلس أعتقد بصراحة. أنا من وجهة أبداً. نظري المتواضعة أن مجلس الإدارة لم يقصر في طبعا. هذا الأمر، ولو كان تدخل أكتر من كده كان ممكن يلام عليه. صح. صح. إنه إزاي مجلس الإدارة بيتدخل في شؤون الكورة. فهي الفكرة مجلس الإدارة لا يتدخل غير في مواعيد معينة، اللي هي إمتى؟ في نهاية موسم، في بداية موسم، في بداية الإعداد لموسم جديد، هنا بيبقى التدخل. وعشان كده أنا بقول إنه مع نهاية دوري اللي هو 30/8 إن شاء الله التدخل هيبقى واضح بقى. لانه تدخل لازم هو تدخل جراحي بقى، انت ملهاش حل. لانه في حتى الكلام اللي بيقوله كابتن محمود الخطيب دايما في لقاءاته الاخيره او حتى في الرسائل اللي بيبعتها للعيبه، بيقول لهم ان الفتره الجايه دي هي اللي هتفرز مين اللي هيقعد ومين اللي هيكمل ومين اللي هيبقى موجود. والكلام ده امر طبيعي، لكن هو المجلس ادى الصلاحيه الكامله لجهاز الكوره بقيادة موسيماني. موسيماني أدار الموضوع بالشكل اللي هو مقتنع به، حتى سواء في إيجابيات أو سلبيات. يعني في إيجابيات أنه هو بيجي في مواعيد معينة أو في ماتشات معينة اللي هي محتاجة تركيز، وكان بينجح وقدر. ما اقدرش انكر لا، حقق موسيماني حقق طبعا. احنا بس ما نقولش ما نقدرش ننكر دوره. بس في نفس الوقت يؤخذ عليه برضو انه وهو بيلعب عشان يكسب، لا لازم يكون مجهز الكتيبه كلها. ما هي دي. ما هو النادي الاهلي كان طول عمره ايه؟ البدلاء بنفس مستوى. امال احنا ليه بنقول الاهلي بمن حضر؟ علشان ايه؟ ما هو بقى الجمل دي ما بتطلعش كده يعني. من النقطه دي جه الشعار دوت. بس زيه زي اي حاجه ممكن يبقى فيه مساحه للاختلاف فيها في وجهات النظر. في ناس شافت ان اللي احنا وصلنا له ده نتيجه اخطاء موسيماني اللي حضرتك تفضلت بيها. وفي ناس شايفه العكس، شافت ان اللي احنا وصلنا له ده ذنب موسيماني. استاذنك نقف عند التفصيله دي. لا ذنب موسيماني لازم نطلع فاصل ونرجع. هي جمله حلوه نتكلم فيها. بس احنا مش هناخدها بالنوايا يعني. يعني مش ذنبه. لا ذنبه في ايه؟ مسؤوليته. هنفسر ده. نتكلم هنفسر ده بعد الفاصل. خليكم معانا. يا اهلا بيكم مره ثانيه. رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده، الناقد الرياضي الاستاذ جمال الزهيري، واللي وقفنا معاه في الكلام قبل ما نطلع الفاصل الاخير ده عند التفصيله بتاعه موسيماني. وكنا بنقول ان في ناس كانت يعني مستاءة من اللي نتج عن موسيماني في الفترة الأخيرة من أخطاء أو من تراخي أو من أداء عام، وفي ناس تانية كانت متضررة من رحيله. فوقفنا احنا عند التفصيل. في ناس بتقول إن ده ذنبه يعني أو حاجة كده. مش أنا اللي بقول، لا أنا بقول لك في بعض الأصوات يعني. في وقت من الأوقات لما لقيت إن الصورة بقت قاتمة قالت لك ما معناه؟ ما هو ده ذنبه. لا لا ذنبه لا منطق. أصلا أولا ما حصلش أي ظلم لموسيماني خالص. والناس لازم تبقى عارفة أنه الوضع الطبيعي في النادي الأهلي اللي احنا عارفينه من سنين طويلة، أنه حتى لو في أخطاء والمركبة ماشية الإدارة ما بتغيرش. يعني الوضع الطبيعي أنه كان هيستمر، بدليل أنه تم تجديد التعاقد قبل كده. صحيح. مع موسيماني رغم كل الملاحظات. إنما هو زي ما فهمنا من كلامه وتويتاته وحواراته التلفزيونيه في جنوب افريقيا اللي كان بيفاجئنا بيها، ان هو مش قادر يتحمل الضغط بتاع المطالبته المستمره. فوز فوز بالفوز. ايه يا جماعه؟ هو فوز فوز فوز. هي كده، ما هي فوز فوز، ما لهاش حل. المهم، لا هو مش مظلوم في حاجه، ويعني هو مشي بالتراضي، ما فيش اي مشكله ولا ذنب ولا مش ذنب، الموضوع عادي جدا يعني. بالعكس يعني هو النادي، انا مش على فكره انا مش انا بكلمكم احنا الصبح فكلام بيطلع تلقائي فريش يعني. انا مش بقول ان احنا بنحمله مسؤوليه خالص، لا هو يتحمل جزء من المسؤوليه. يعني احنا بنقول مميزات. ايوه احنا قلنا ان هو حقق كتير. بالزبط. لكن يؤخذ عليه برضو بعض يؤخذ عليه لازم بشر.
الحاجتين منطقيتين يعني المطالبه بالفوز المستمر والدائم ده طلب مشروع جدا طبعا، وفي نفس الوقت رده اللي هو ما فيش فريق في الدنيا بيفضل يفوز على طول، ما هو ده الى حد ما برضه على فكره ده كان زي فايلر. فايلر قال التصريح ده لو حضرتك فاكر، كان ليه تصريح قال لك الجماهير عايزه تكسب، الجماهير الاهلاويه عايزه تكسب كل الماتشات، وده بيحصل فقط في البلاي ستيشن، هو قالها كده تحديدا. انا فاكره التصريح ده كويس، بس دي طبيعه الجماهير عندنا، نعمل ايه؟ هو هي كده المشكله احنا كده. والله لا، وغير كده حتى احنا كده يا جماعه اللي عايزنا على كده اللي راضي بينا اهلا وسهلا. وبعدين طبيعي جدا انه ممكن يخسر، انما احيانا بيبقى فيه خسائر غير مؤثره على الكلام الكبير بقى، الهدف الاستراتيجي. يعني مثلا مع كل الاحترام، خساره الدوري وفي الطريق الدوري الحالي ما زال غامض، لكن انا بتكلم على خساره الدوري الموسم اللي فات يعني. فدي كلها حاجات هو يتحمل، زي ما بنقول اللعيبه بتتحمل هو كمان بيتحمل. طيب جزء خلينا بقى نعدي الحته دي عشان عندنا ملفات كتير اهم كمان. والتحكيم واحد من الملفات المتبقيه، واتكلمنا فيه كتير قوي، وانا وكريم فاكره، انا فاكره حتى النقاط اللي اتكلمنا فيها انا وكريم وطرحناها. بس وبعدين يعني ملف التحكيم الى اين والى متى سيظل بهذا المسير؟ الشكل الى اين المسير؟ هقول لك حاجه، هو طبعا التحكيم بلا شك برضو زي ما بنقول كل حاجه، ما فيش حاجه حلوه 100%، في اخطاء، اخطاء كبيره. اللي يزعل ان تكون هذه الاخطاء في بعض الاحيان ممنهجه، بدليل انه لما نشوف بعض الالعاب، المواقف التحكيميه في مباراه، اخر مباراه للاهلي مع المقاولين، واخر مباراه مثلا للزمالك اللي ادارها مع بيراميدز اللي ادارها حكم يوناني، لا ما تحسش ان ما تحسش ان منظور التحكيم واحد. يعني في الحكم اليوناني جريء جدا في احتساب ضربه الجزاء اللي هي خاصه بنادي الزمالك، تضييع الوقت، الكلام ده كله مفيش كلام لا في قرارات حتى من غير ما يلجا للفار بتجدي الحكم اليوناني ده، لا يبقى في فرق في التحكيم. وشفنا التجربه الاسبانيه قبل كده يعني، لا شوفيها بقى مع الحكم اللي ادار محمد عادل، اللي ادار مباراه الاهلي والمقاولين، وشوفي قراراته كانت ايه. ضربه جزاء لم تحتسب، احنا مش هنتكلم على الهدف الملغي لان اغلب الخبراء قالوا ان الهدف، قال لك رامي ربيعه يعني قال لك ان في تسلل. الثاني اللي هو عدم اعاده ضربه الجزاء لتدخل لاعب المقاولين جوه منطقه الجزاء اثناء تنفيذ ضربه الجزاء. فانا عايز اقول لا، القرارات يا جماعه مختلفه. ايوه بس الأداء، الاستمراريه والاستدامه اللي موجودين في النوع ده من الاخطاء التحكيميه طبيعي جدا ان ينتج عنها استشعار سوء. طبعا طبعا، ما هو 100%. هو اي نادي بيتعرض، مش الاهلي بس، اي نادي بيتعرض لاخطاء التحكيم او بيكون ضحيه لاخطاء التحكيم لازم يشعر بكده. لانه هو انت بتقعد دلوقتي تتفرج على ماتشات كوره وبتشوف حكام من نوع من جنسيات اخرى بيتخذوا قرارات بشكل معين. ليه احنا لا؟ يعني ليه ما بيحصلش ده عندنا؟ ليه الفار اللي هو معمول لاصلاح الاخطاء التحكيميه ايه محتاج ايه مع الفار؟ يعني انت الفار محتاج فار. ايوه ننشر مخبرين بقى في ارضيه الملعب. لا ده انا بقول كمان المفروض يبقى في جهاز كده لكشف الكذب. والله نقعد الناس كده، وايه زي الجهاز بتاع كورونا ده. وانت مش شايف ان ده بينالتي؟ طب احكي بعد. طب على فكره ده في حد ذاته برضه ما كانش حاصل تحكيميا مصريا، ما كانش حاصل زمان، ما كانش حاصل. لا كان فيه، كان فيه، بس مش بالشكل ده. انا كان فيه، بس انا عايز اقول ان تطور التثقيف بالنسبه للحكام، تطور الادوات المساعده، قبل كده ما كانش فيه الأخطاء. قبل كده ما كانش فيه اتصال بين الحكم والمساعدين بتوعه. النهارده بقى فيه تكنولوجي، النهارده بقى فيه الفار. الفار ده المفروض التواصل المستمر، وبيقول لك تعالى شوف. هي تقنيه معموله في الاساس ليه؟ عشان كده لا بالزبط. يعني هو بيقول لك تعالى شوف يا عم، ما بتجيش تشوف ليه؟ طبعا. وبعدين بعد ما بتروح تشوف بترجع تاخد نفس القرار الغلط ليه؟ طيب فاهمني يعني ده التحكيم. ايوه بلاه.
اللي بعده ايه غيره؟ ايه هنعمل ايه؟ عادي اللي بقول لحاجة واحدة تصر من ساعة لما قعدنا احنا التلاتة. لا احنا في الآخر هنقول للناس صباح الفل. طيب نروح على المنتخب. معلش والله مش بجد. هتبقى برضه جامده مش هتصدق. انا شايف ايه اللي جرالي والله. طيب بجد والله يا استاذ كمال يعني فيتوريا فيتوريا والفكر تاني لان احنا قلنا يا جماعه الفكر البرتغالي اقرب فكر للفكر المصري وللعيبه وفاهمين بعض والثقافه مش بعيده والكلام ده كله، واثبت الفكر البرتغالي في النوادي المحليه عندنا بكلام اهلي وزمالك وغيره نجحها الى حد كبير. هل احنا فيتوريا حضرتك كده من البدايه لما طرح اسمه وبعدين لما ابتدينا نشوف منه تصريحات وبعدين لما ابتدينا نفهم دماغه شويه وفكره ان هو يتحدث عن الناشئين ويتحدث عن تطوير الكره المصريه ويتحدث عن فهمه لطبيعه المشجع المصري، تمام، كل دي زوايا مهمه جدا، يفتكر بقى وما يشتكيش بعد كده. دي نقطه برضه ادينا قلنا ضغطوا عليا. ايوه يعني هو يبقى هو راجل عارف طبيعه المشجع المصري بالظبط. بصي هو اهم حاجه في موضوع التعاقد مع فيتوريا انه الاول مره بتتعاقدي مع حد لفتره زمنيه طويله 4 سنين بالظبط. بس انا دايما معلش بتحفظ وارجو انه لا يؤخذ على انه تشاؤم، لكن انا بقول البدايات دايما بتبقى حلوه. يعني ايه احلى كلام؟ ايوه طبعا. والله مع جميع القرارات بتاعتنا الكرويه كل طرف بيقدم للتاني اجمل معاه طبعا، وانا جاي واقول وشوفوا لي الناشئين وهنزل بنفسي وبتاع والكلام ده كله كلام جميل كويس. انا بانصح بحاجه ان احنا ما نتسرعش في الحكم على نجاحه. يعني صح. هنديله من حظه ان في ماتشين ملاوي اتأجله فخلاص بقى عنده وقت ومساحة زمنية ان هو يستعد كويس ويقرأ ويشوف ويشوف الماتشات، وهو على فكرة المفروض وصل النهاردة النهاردة 2 أغسطس كان فهيبتدي يشتغل على أرض الواقع يتفرج ويشوف ويورينا عنده ايه. واخر حاجه بقى بعيد عن فيتوريا قبل ما نقفل لان انا فهمت على طول ايوه انه انا بقول على لعيب النادي الاهلي ان هم يكملوا الدوري بشكل قوي ايا كانت النتيجه بشكل يستعيدوا فيه ثقه واحترام الجميع. طبعا كلام مظبوط، ده اهم شيء. نورتنا يا فندم والله والله قراءة جميلة. شكرا ليك استاذ جمال. حلقات جاية من البرنامج. جزيل الشكر لوجودك معانا وجزيل الشكر ليكم مشاهدينا في كل مكان على متابعتكم لينا. ان شاء الله نشوفكم على خير بكرة ويوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح. الى اللقاء.